تحية طيبة أعزائي المشاهدين، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج قول خير. كثيرة هي الحالات وأيضا القصص اللي تناولناها بهذا البرنامج وأيضا بعدة حلقات سابقة، وحقيقة كل الحالات وأيضا القصص الإنسانية اللي تم عرضها سابقا استوقفتنا وأيضا اتطلب من عندنا هذا الموضوع المتابعة والاستمرارية، حرصة كوادر الفرات على المتابعة المستمرة مع هذه الحالات حتى نقدر نحقق جزء من احتياجاتهم وأيضا نوفر جزء من الأمور اللي ممكن تزيح همومهم وأيضا أحزانهم. زملائنا بكل محافظاتنا العراقية الحبيبة وأيضا من الشمال إلى الجنوب حرصوا على نقل كل هذه القصص وأيضا بكل مصداقية حتى نكون الصوت الأول والأخير للمواطن العراقي ونكون بين ناسنا وأهلنا. راح نتعرف على قصص وحالات كثيرة، خليكم. هو السؤال الأهم، من بينا ما دخل انذار مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد؟ ومنو بينا ما فكر شلون يوفر ويأمن ويفرح أولاده من يجيب لهم المستلزمات الخاصة بالمدرسة، الجناط، القرطاسية، الملابس المدرسة؟ منو بينا ممكن ما فرح وأيضا تلهف يشوف هذه الفرحة بعيون أولاده؟ كنا تلهفنا وكنا دخلنا إنذار، لكن بنفس الوقت أريد أسأل سؤال. فكرنا إحنا اليوم بالشخص اللي ما عنده إمكانية، اللي ما عنده المادة اللي تمكنه أنه يروح ياخذ أولاده إلى كذا سوق ويشتري لهم، ممكن ما فكرنا بهذا الموضوع أو خلينا نقول صار سهوا ما فكرنا بغيرنا. لكن اليوم نتحدث على قصة للأسف راح تأذي اللي عنده ضمير، قصة أبو مهدي اللي هو أب لاثنين أطفال. لقيناه واقف بأحد الأسواق وأطفاله حوالي أطفال اثنين، ويقول أنه أنا اليوم جيت لهذا السوق حتى أشتري دفتر واحد. شلون يشتري هذا الدفتر وشنو راح يسوي بهذا الدفتر؟ قال أنه راح أقسمه بيناتهم. شلون يقسمه؟ شلون نفكر بهذا الموضوع؟ ما نعرف. زميلنا معتز الحبيب حرص على نقل هذه الحالة وأيضا الحديث ويا أبو مهدي حتى يتعرف على قصته وحالته الصحية وأيضا حالته المادية. خلينا نشوف قصة أبو مهدي أعزائي المشاهدين وبعدها راجعين. لوك الله حج. لو حيلك لو سهلا. شلون صحتك؟ ما شاء الله. شلون الأسعار مال القرطاسية؟ والله الأسعار هي زينة رخيصة بس ما عندنا شلون يعني شو أسوي؟ أنت عندك لولا؟ ما عندي والله. يعني والله أنا معتار بذولي. ذول اثنينات المدرسة؟ اثنينات المدارس. إيه. ومعتار بيهم. بعد شو أسوي؟ أنا سهل ما اشتريت، ما عندي فلوس حتى أشتريهم. بس انا هل راح اشتري واحد؟ بس واحد دفتر واحد؟ دفتر واحد بس واحد تشتري؟ بس واحد. شو اسوي؟ راح اقسمه سامة اثنين شلون؟ راح اقسمه ضمن شو اسوي؟ ما عندي مين اجيب لهم؟ وانا الهم لا شغل ولا عمل، شو اسوي؟ لا حول الله. والله زين ملابس اشتريت لهم؟ ما اشتريت لهم والله، الله شاهد علي لا اشتريت لهم ملابس ولا هذا. راح يداومون ملابس العام شلون؟ ها على الملابس مال السنة الجاية راح ارجع عليهم. شو اسوي؟ السنة ذي شراحت. وش اسوي؟ يعني حات ما ساعد اشتري لهم ملابس. بس هاي مال دفتر واحد يعني ما صايرة. ما عندي كم يعني هاي امكانيتي ما عندي انا. هاي على الله شو اسوي؟ واحد راح اخذه وراح اقسمه بالنص لهم. لا حول ولا ما ادري والله محتار بيهم شو اسوي ما ادري. انت شو اشتغل انت؟ والله قاعد لا شغل ولا عمل. ليش؟ عندي عجز بالكله وعندي تقارير والله ما اقدر اشتغل. تقارير موجوده وعندي عجز بالكله ما اقدر اشتغل. عجز بالكله؟ والله عجز. هل يعيلك؟ هل يساعدك؟ الله موجود والله وقاعد بجار. اكلك شربك شلون؟ هاي الوادي مساعدي كم ايام. راجعت طبيب؟ راجع الطبيب وقال لي عجز بالكلى وطاني تقارير وما اقدر اشتغل. اولادك بيعصب دول؟ هذا بصف سادس راح لي الاول متوسط. ها. وهذا بالخامس. مهدي شلونك؟ مهدي قلت لي؟ اي مهدي. شلون مهدي؟ زين.
شو اخبارك؟ الحمد لله. شلون عيشتكم؟ زينه. والدك مريض؟ ايه. تعالوا تعالوا هنا. والدك مريض؟ ايه. تساعدون انتم؟ ايه ساعده. ما يشتغلون هم؟ ما يشتغل، هو طفل شو يشتغل؟ ايه. وهذا مريض. مريض هذا؟ شو اسمك انت؟ مرتضى. مرتضى ايش فيك مرتضى؟ هذا انحراف بالعمود الفقري، هاي العملية ورا. عملية عنده؟ اي والله. والله؟ ودينا لتركيا على حساب المحافظة. لا كف كف. هاي شق بظهره هيك. بعد انحراف بالعمود الفقري. وايد ايش احس هذا مريض؟ انت مريض؟ شلون عيشتكم؟ شلون؟ ما عندنا والله. ما عندنا والله، انا سمعت عرب هذا. هذا لا لا ياكل بيستي. انا وزوجتي ووالدتي. والدتك شلون؟ والدتي جاي غسلوا لها كلياتي وخطي ذيشيه بالبيت ممدده ونايمين. هم مريضه؟ هم مريضه بعد كله غسل كله وما عنده احد والله. وهذا من سويت العمليه قالوا لي عرضه على الدكتور عم يشوف العمليه ناجحه لو لا. والله شاهد علي من اجيت من السفر لحد هسه ما عندي اعرضه على الدكتور. ذبيته على الله والله كريم. حتى هسه ما راح ما عارضه والله، والحسين ما عارضه على الدكتور. وهاي هالضال لا دكتور ولا من سويت العمليه لحد هسه. ما ادري ناجحه ما ناجحه ما ادري. الضال هذا حالته. انتاني رحمه الله. بيتك شلون؟ والله قاعد بجار. ايجار؟ اي والله جار، الله شاهد عليه. والله كل شيء ما عندي بالبيت والله، الله شاهد عليه. يعني وضعي حيل، وضعي ما عندي كل شيء ما عندي والله. هاي الوادم هي جاي تساعدني. هاي العالم تقدر عليه جاي يساعدوني. عمو مهدي ايش محتاجين؟ ملابس. ملابس؟ ايه. وبعد؟ ودفاتر. زي انت اخر المدرسه طلاب يكشفون يلبسون الضوج؟ ايه. ها؟ ايه. شو تتمنى؟ ها؟ دفاتر ومدارس. ملابس؟ ايه. هم نشوفهم ذولا يلبسون ملابس جديدة. ايه. يعني مقرر هاي السنة يدامون ملابس العام. ما العام تمام. ما عندكم ملابس. ما ايه. احنا اليوم قناة الفرات الفضائية تتكفل بقرطاسية اولادك، مو دفتر واحد. لا راح نجهزهم تجهيز كامل وملابسهم علينا. زين وشوف شنو احتياجك الاخر حتى نقدر نوفر لك اياه وتتدلل ابو مهدي. ما خليك تحتار ان شاء الله. تعال يا حبيبي. كم ماده عندهم هم؟ كم دفتر يحتاجون؟ لا ما اعرف الماده. كم دفتر تحتاج؟ تعال مهدي. سبع دفاتر. سبع دفاتر؟ طي سبع دفاتر. ابو المين. على واديكم والله العظيم. والله كنت معتار انا بيناتنا العباس واقف معتار شو اشتري لهم. يعني جابوها يعني اريد اشتري لهم كل واحد دفتر ما عندي والله. والله ظل هسه صار لي نص ساعه واقف ابو على الدفاتر. يعني احتاريت اشتري لهذا اشتري لهذا والله ما ادري. وضاع صافن هل واقف قبال بسطية. الله جابك علي وحليت لها المشكله. الحمد لله والشكر. جهزهم حتى اصباغ جهزهم. جهزهم. مساطر. جهزهم كله من الزين، شغلات الزينة. ها مهدي، شو شعورك هسه؟ زين. فرحان؟ ايه. يلا. يلا عشتني. هسه يا ابو مهدي، بعد تجهيز القرطاسية راح نشتري لهم ملابس. زين؟ ملابس. تتدلل ابو مهدي. بعد ما جهزنا القرطاسيه ابو مهدي نتوجه نجهزهم بالملابس. جاهزين؟ يلا.
هسه وصلنا لمحل الملابس، تفضل ابو مهدي. السلام عليك. وعليكم السلام. شلون صحتك؟ هو حيلك حبيبي. حجي شلونك؟ حياك الله. شلونك؟ شلون قلبك؟ شلون وضعكم؟ امورك؟ ان شاء الله زينين. احنا اليوم نريد نجهز الشباب ارقى ملابس عندكم. وبالموديل الجديد. مهدي انت اختار على ذوقك. هوش؟ رضاوي؟ يلا جاهزين؟ يلا. عندكم ملابس موديلات جديدة؟ والله طيب اعطيهم ماركة، ارقى من ماركة. جزاك الله خير. الله يوفقكم ان شاء الله. وبالسعر اللي يعجبكم انتم مو يعجبني. والنعم منك. طيب. طيب. خادم انا خادم. يلا شباب. خادم. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم للختام بعد ما جهزنا مهدي ومرتضى من الألف إلى الياء، من القرطاسية إلى الملابس إلى الجنط. مهدي هسه مرتاح؟ إيه. شلون ببالك تلبس؟ كنا نلبس قديمات، هسه نلبس جديدات. هسه جديد ملابس جديدة؟ إيه. وأنت رضاوي؟ كنا لابسين هدوم قديمة اليوم جديدة، ونعم الله غاديكم. الله يسلمك حبيبي. رضاوي هسه تروح المدرسة مرتاح؟ نعم. موفق إن شاء الله. ابو مهدي يمكن معضله هاي كانت لك. والله ما معجزه هاي، يعني ما توقعت انا هيك. عمي الله ما ادري مين الله جاوبك عليه، والله ما ادري. كنت دايخ بزمان، يعني والله واقف بالسوق ومحتار. يعني ضحك ابو لا الحمد لله والشكر عمي، مشكورين. احمد الله والديكم، والله الضوجه من عندي كلها راحت والله العظيم. الله يفرج عليك. والله والديكم الف رحمه على والديكم. الامور يعني اللي صايره عندك ان شاء الله تنحل. والله شتوا هموم من عندي والله، يعني ما شفت اتوقع يعني كتب وملابس يعني الله ما ادري. قلت لك والله واحد جهزنا قطع كثير الحمد لله والشكر، يعني ملابس وكتب والحمد لله. احمد الله والديكم. الله يوفقكم ان شاء الله. وعندنا هم مساعده ماليه نقدمها من قناه الفرات الفضائيه، مصرف لك ولعيالك، يعني عسى ولعل انه تقدر ايامك هاي تمشيها بها. ونسال من الله العلي القدير ان يوفقك ويرزقك ان شاء الله. الله يوفقكم ويشافيك ويعافيك. ألف رحمة على والديكم. حم الله والديكم، ما قصدت والله. الله يسلمك. حم الله والديكم. بعد ما شاهدنا قصة أبو مهدي من محافظة البصرة الحبيبة واللي عرضها لنا الزميل معتز الحبيب، نقول هنياله وبالعافية على الشخص اللي يقدر يخدم ناسه وأهله، إن كان جاره أو صديقه أو زميله أو أي شخص مقرب عليه، وينتشله من حالة الفقر والعوز. القصة اللي راح نعرضها بعد ثواني أعزائي المشاهدين لزميلتنا غفران الجزائري، كانت أيضا متجولة بأحد الأسواق، وأيضا التقت بأم عباس الحجية. بالحقيقة هي مو حجية لأن عمرها صغير، لكن مرات الضيم مثل ما نقول والحزن والهم ينطي للشخص أكبر من عمره، والهم اللي شايلته أم عباس خلاها تكون تبين كبيرة بالعمر جدا. هي أم لطفلين رضع، سألناها من توفرين احتياجاتهم وشنو هي احتياجاتهم بالأساس. قالت انه اني يا دوب اقدر اشتري مسواق البيت، وحتى فلوس حليب للاطفال الرضع ما عندي وما املكها. طبعا تفاصيل هوايه عرضتها لنا الزميله غفران الجزائر ويام عباس،
وأيضا قدرت تساهم ولو بجزء بسيط بحل مشكلة أم عباس. خلي نشاهد تفاصيلها أعزائي المشاهدين ونتعرف على حالتها. حجية نعم. الله يساعدك. الله يساعدك. شلون الصحة؟ يا مرحبا. ومنو حضرتك؟ أنا أم عباس. أم عباس نعم. أنت بالسوق سوقتي؟ لا نعم والله ماشي. ها ايش محتاجة من السوق؟ والله أول بشر كل شيء محتاج بالبيت. ايه؟ البيت كل شيء محتاجه، بس احنا شريد يعني نقول مثلا حاجه ام الغالي ما نشتري، نشتري على قد الحال. وانت عارف الامور على قد الحال، بس هو المحضر ضروري تشترين على قد الحال. شلون يعني ما تقدرين تستغنين عن الطماطم ضروري؟ لا لا صح لو لا بوتيتين باذنجان اي استغنى استغنى عن الدجاجه، اشتغل استغنى عن اللحمه، هذا مو خلنا ناكلهم بالسبوع مره ونشتغل. شو تقولين؟ صح أي. احنا الوضع اللي عندنا يعني بتيته وطماطه اهون من الحليب، يعني خلينا نقول ما نشتري هيك امور، دجاجه لحمه خلينا نشتري حليبه. امكانيه ما عندك؟ لا والله ما عندي. لا والله تسكنين هنا قريبه من السوق؟ لا انا اسكن بالسده. بالسده وجايه لهذا السوق؟ نعم. حتى تسوقين؟ اي لان بي رخص شويه بها. سوق رخيص. نعم. حجيه نعم. شلون وضعك؟ وضع تعبان. شلون تعبان؟ بيتك شلونه؟ بيتي ايجار. ايجار؟ اي ايجار. ايش قد ايجارك؟ 250. 250؟ زين انت تقولين اني دجاج ولحم ما اقدر اشتري، شلون تدفعين الايجار؟ الله يساعدك. اهم مني شو من غيرك، بس العالم ملا تساعد؟ اي طبعا تساعد، بس مو كل مره، والله هاي الايجار صار لها شهرين انا ما دفعت له، والله العظيم وقفت لنا وقفت لنا. تريد الايجار ولو يعني هسه انت تقدرين تروحين تشوفين الحاله، يمكن انا ما اقدر احكي لك، انت شوفين الحاله. شنو الحاله؟ احكي لنا. الحاله ان ابو عباس طلع كان يشتغل زوجي كان يشتغل بالفرن وطلع على طريق النعيريه وضربته سياره، من ضربته سياره ما وقف ما وداه ما حاجه على سبب تركه؟ اي تركه. لا اله الا الله. على سببها انه صار بداء الفيل انسداد بالشرايين، يعني رجله هالكبرها تنضح كلها. اجي على الكاميرا. لا على الكاميرا. اي تنضح كلها جراحه ومكرم السامع. لا اله الا الله والحمد لله والشكر. اي ويحتاج لهمينا مراجعه للدكاتره وعلاج. اي زين حتى لحصلهن مثلا خلينا نقول المعونه من الله، هم اذبهن على الدكتور، اذبهن على تداوي، اذبهن. فهو ما يقدر يشتغل حجيه؟ الحمل باقي عليك؟ لا الحمد لله. شو تسوي؟ يعني اذا يطيح وغير يطيح علي وعلى غيري. طبعا زوجته. أيه زوجته والمراه الاصيله اللي توقف ويا زوجته بالظروف القاسيه وما تتخلى عنه. زين انا اهم قمت ابيع خبز وهاي، بس اهل البيت مثلا يشوفون الصمون يشوفون حتى الخبز هم من قرض استغفر الله. اي الناس تتوجه للصمون. تتوجه للصمون. حجيه نعم. هسه انا تدرين شنو اريد منك؟ نعم. تقول لي لنا شنو محتاجه؟ انا اليوم كادر قناة الفرات وبرنامج صوتكم وإدارة الإنتاج اليوم احنا بخدمتك، شلون نقدر نساعدك؟ شنو اللي تحتاجي؟ والله شكلك بعد ما اعرف شكلك، يعني انا خجلانه منك وخجلانه من حبيبتي. لا والله تعتبريني بنتك. اريد تسالي طيبه عمري انت حبيبتي. شنو اللي محتاجته؟ والله انا اريد بس حليب للجهال، بعد ما اعرف حليب للجهال. اي والله عندك اطفال صغار يرضعون يعني حليب؟ لا شوفين حجم الكبر كبر كبر تعب. بعدك جميله الحمد لله تسلمي لي عمري. هسه محتاجه حليب؟ ما عندهم حليب يعني؟ لا لا الله اكبر. لا والله زين لعب شلون؟ لا شو اسوي؟ هو طفل رضيع شلون؟ لا شو اسوي؟ انت اعرف بالحال، انا من اقول لك اعرف بالحال، يعني المفروض انت يعني مع احترام تقيمين الحاجه تقيمين صح. زين قدمتي على راتب الرعايه الاجتماعيه؟ والله قدمنا ماكو، يعني يقولون تابع يعني هاي الاسماء نتابع عليها ما طلع. كم طفل رضيع عندك؟ اثنين. اثنين؟ ايه عباس الشمس الله يحفظهم لك. اشكرك الله يسلمك. واثنيناتهم يشربون حليب؟ حفاضات وحليب. لا شو اسوي؟ نمشي انطيك فلوس ايجار. عبد السلام حبيبتي. واشتري لك حليب. عبد السلام. وشنو اللي تريدي اليوم احنا نشتري لك؟ ايش هنا اكثر من خجل منكم والله العظيم من القرار. لا خدمة. لعد هسه انا ما اريد انه احرجك اكثر. عبد السلام. ولا انه اريد اضوجك اكثر. نقفل الكاميرا ونروح نشتري حليب. ان شاء الله. تمام؟ حبيبتي. يلا خلينا نروح. حجيه هذا الحليب. شكرا جزيلا حبيبتي. حبيبتي وهذا ايضا مبلغ مالي تدفعين ايجار
وايضا يساعدك بالمصاريف نوعا ما ان شاء الله. اتمنى نكون ما قصرنا ولا لا ان شاء الله ما بيكم كل قصور. حتى بعد البرنامج شنو تحتاجين تواصلوا ويانا ان شاء الله. ابتسامه طيبه والله كثر من امتاركم حبيبي ان شاء الله وما قصرتوا امانه الله ما قصرتوا حبيبي يعني انتم نشيلكم مفروض على روسنا. الله يرزقك والله لا اشكرك حبوتي في الله ودي اشكرك ان شاء الله ان شاء الله شرفنا بيك ان شاء الله توصلين بالسلامة ان شاء الله وتحياتنا وسلامنا لزوجك والله ان شاء الله ينطي الصحة والعافية. اشكرك الله يديمكم ويحفظكم وان شاء الله الله يكثر من امثالكم جزاكم الله خير الجزاء. عمري انت واجبنا ومحفوظين اشكرك. بعد ما شاهدنا القصة اللي عرضتها لنا الزميلة غفران الجزائري عن أم عباس ننتقل وياكم أعزائي المشاهدين عن رجل يصيحون لأبو نوري بس بالحقيقة نوري ما موجود. أبو نوري وهو يشرح معاناته لزميلنا معتز الحبيب سأل سؤال كلش منطقي قال الما عنده منين يجيب وفعلا الما عنده منين يجيب وخصوصا إذا كان بعائلته أيتام وأيضا برقبته عائلتين ممكن هذا الموضوع جدا صعب. آثار التعب والفقر والعوز كانت واضحة بملابس أبو نوري. أبو نوري ما متزوج ضحى بحياته وأيضا سعادته واستقراره حتى يقدر يأمن احتياجات عائلته وأيضا الأيتام الموجودين داخل العائلة. مثل ما عرفنا هو ما متزوج لكن اللي شاركته بهمومه وأحزانه هي عربانته اللي قدرت تشيل جزء بسيط وأيضا يسير من معاناته. رغم كل هذه المعاناة والحالة الصحية والمالية وأيضا حالة العدم مستقرة أبواب الخير والفرح لا زالت مفتوحة أمام أبو نوري حجي صبيح. خلينا نشوف تفاصيلها وأيضا نتعرف على حالة حجي صبيح مع زميلنا معتز الحبيب. على كيفك حجي شنو السالفة دعم هي شلونك شخبارك شلونك الحمد لله شلونك انت شنو وضعك دعمت الحج انت بعد صايع عرباني بعد شو اسوي لها شلونك الحمد لله شلونك كم عمرك عمري 58 وانت احسب مال 58 يعني بهالعمر هذا تشتغل بالعربانه؟ اي والله بهالعمر هذا ونشتغل عربانه هاي لو هسه لو عندي راتب وانا ما قاعد اشتغل بهالعربانه، والله هسه قاعد وساكت وعندي جهال وقاعد، لا شو اسوي؟ ما ادري منين اجيب؟ اكو واحد يعطينا ما عاد يعطينا، وعندي عائلتين برقبتي تشتغل يوم تشتغل وعشرة ايام ماكو قاعدين، زين؟ هاي هات تشوفها على الله وعلى هاي العربانه. جهال شنو عندك؟ ما عندي جهال ما متزوج والله. ما متزوج لان عائلتين برقبتي زين اذا متزوج انا شطيها وهاي العائله شطيها او عائلتين هم يتامى اثنين يتامى اربعه بنات اثنين وثلاث ولد كلها برقبتي اي والله كلها برقبتي وهاي يعني هسه اكو جماعه يعرفوني سلم نعم كلهم موجودين متعوب؟ ها والله تعب مو متعوب طايح حظي كلش لا حشاك والله حتى رجلينا مرمي حتى ايدينا ورمت تفضل هاك هاي 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 ايدي من العربانه من شو اسمه من الشغل والعربانه هم عابت طقت بالسياره وانعابت وذاك اليوم هم جيت اطلع عربانه ورجعت علي وكسرت ايدي. شو تسوي وين تروح؟ ما تقول وين تروح؟ اكو واحد يعطيني لي بس شلون بالله؟ بس شلون؟ يعني هذا عمر كله وشيباتي وانا واشتغل عربانه ما يصير حرام والله لو عندي راتب هم كان قعدت وسكتت لو واحد يعطيني هم كان اقعد واسكت بس ما حد يعطيني يعني منين اجيب منين اجيب وعائلتي انا برقبتي وظل ادفع عربانه وين اروح؟ لو عندك اطفال لو عندك اطفال هسه هم عايني يهمني يجيب لك على الاقل واحد يجيب لك 10,000 يجيب لك 15,000 يجيب لك 5,000 هم يفيدك ما حد منين يجيب؟ ما تقول منين يجيب؟ والبشر هسه ما عنده فلوس ما يسوالف ما حد يعطيه زين زين شو محصل هسه؟ والله كش ما محصل عام الصبح لسه اي والله بالقران كل شيء ماكو ولا غروبه عليك يلا بالحسين شلون ترجع البيت هسه؟ ارجع البيت فارغ شو اسوي لهم؟ خليهم يظلون بدون اكل شو اسوي؟ بدون اكل؟ اي انا اشتغل منا اسوق لهم منا اشتغل منا اسوق منا اذا ما سوقت انا ما ياكل ولا شغل وظلوا لا ياكل شو اسوي؟ شو منين اجيب؟ اروح ابوك هم ما يصير الله يسعدك ابو نوري بس شو اسمك ابو نوري؟ انا ابو نوري اسمي
وانا اسمه صبيح. صبيح اي، بس اللقب ابو نوري. اي بس لو عندك نوري. لو عندي نوري، لو عندي نوري اهم كان بيها مجال. لو عندي ولد ما يفيدني، بس ماكو منين اجيبه. الله يسعدك ابو نوري. احنا اليوم كادر برنامج صوتكم، بما انه انت ما محصل كل شو محصل. اي والله شو راح نسوق لك زين، اسواق نشتري لك، نسوق لك العائله خوش، وهم نعطيك مصرفك. الله يكرمك خوش، تتقبلها من عندنا. مشكور. يلا مشكور. يلا بشي. بنور عمي. عمي تعال تعال هنا. ايه؟ هذا المسواق قدامك، هذا المخضر. شنو ببالك تشتري؟ كيفك ايش ما تعال تعال بوتيته طماطه كل شيء. شا فاكهه؟ شنو فاكهه؟ ناسيها شنو؟ لا مو ناسيها، احنا بالاسبوع لشهر مره ناكلها مره واحده. مره شو اسوي؟ منين نجيب؟ ايش مره عشان نجيب؟ ايه؟ عمي خلينا فاكهه من كل نوع كيلو خليلي. هذا واحد من كل نوع كيلو خليلي. فاكهه ايه فاكهه خليله من كل نوع كيلو وين، ومخضر خليله كل شيء كيلو وين. يلا الدلل. لا مشكور دايم والله والديك. تختار انت بيدك؟ لا هم يخلي بعد هو يخلي. اه والله بعد انا ليش زين هسه لو اليوم ماكو شغل ماكو نرجع لهن اكلكم شلون؟ شو نسوي؟ اكو شاي وخبز ساكن. شاي وخبز؟ اي عشان ماكو منين نجيب لهم؟ هذا وحتى الوقت هذا عربنا صعب ولا لا؟ عادل ولا لا؟ ابو نوري متعود على الشاي وخبز؟ اذا ما عندك تاكل شاي وخبز دوم تسوي؟ اذا ما عندك. اي والله والله اذا ما عندك تروح تقول للجيران تعالوا اعطوني، تقول للعالم تعطوني قوه. هالعمر هذا ما مديت ايدك؟ لا ما مدي ايدي الواحد ابد كلش، ولا اقول واحد اعطيني. عمري كله انا ما قايل الواحد، اذا عندي اشتري ما عندي ما اقول له، حتى لا دين ما اقول له. ما تاخذ حتى لو يقول لي تعال اخذ انا اعطيك من عندك، الا ما اريد. ليش؟ لان باكر عقبه همي مر الزمان، همي يقول لي تعال انت جيتني جدي من عندي. عافية والله. عدل ولا؟ عافية والله. هسه راح يخلوا لك من كل نوع كيلو وين؟ هذا ومشكور رحم الله والديك والله يطول عمرك. زين؟ هذا ومشكورين دائما. نوري مسواق وكملنا اسواق مشكور. اه والله مشكور رحم الله والديك، واريدك دايم. اريدك هسه راح هذا الهم من عندك. لا والله هو اليوم يروح، بس اكو ايام هم يجي هم يزيد. اخاف ما عدك. اي هم اكو هم يزيد. بس مشينا كم يوم ذني؟ الله كريم الحمد لله. والشكر. الله كريم الحمد لله. بنوري وهاي مساعده ماليه من قناه الفرات الفضائيه لك. رحم الله والديك تسلم دايم. تتدلل تأمر امر. رحم الله والديك مشكورين والله يقدرك ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه. وبلكي من الله يلتفت لك راتب. الله كريم بلكي تسوون راتب منا انت لو متزوج يصير لك رعايه، بس ما متزوج. الله كريم. يلا رحم الله والديكم مشكور دايمين. اريدكم كون دايمين طول الدنيا. الله يسلمك. بعد ما اطلعنا على قصة أبو نوري، الحاج أبو نوري اللي عرضها لنا الزميل معتز الحبيب من محافظة البصرة، القصة الجاية أعزائي المشاهدين تتكلم عن أبو محمد اللي التقينا بشارع المتنبي اللي ساكن ببيت تجاوز مساحته 38 متر. أبو محمد
رغم صعوبة الحياة ورغم كل هذه التفاصيل المؤلمة بقصته، إلا أنه قدر يطلع للشارع وبفصل الصيف يبيع المي وبالشتاء يبيع الشاي. التقينا به بشارع المتنبي وتعرفنا على تفاصيله، وأيضا غفران الجزائري قدرت تسولف مع أبو محمد وأيضا تتعرف على حالته بشكل مفصل أكثر. خلي نشوف أبو محمد، نقول له الله يعينك. خلي نشوف هنا الحجي ونسولف وياه. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الصحة؟ والله الحمد لله. الله يحفظك. نعمة من الله. أبو منو حضرتك؟ أبو محمد. أبو محمد تبيع مي هنا؟ إي أبيع مي. إي. أي ساعة تجي بالشارع؟ أجي الساعة بثمانية، ثمانية ونص، بالتسعة مرات، بس بالشتاء أجي من وقت أجي بالستة، أروح بالوحدة بالوحدة ونص بالليل. ها. إي. زين، تبيع بس مي هنا؟ أنا أبيع بس مي، بس بالشتاء يعني شوية شغل يصير أحسن، لأن الجو بارد الناس تشرب شاي أبيع شاي. ها. يعني بالشتاء تبيع شاي؟ بالشتاء أبيع شاي، وفي الصيف أبيع مي. كم صندوق تخلص تقريباً؟ يعني بس بما انه الجو حار الناس تشرب مي. الصبحيه كانت ما ابيع لان كانت حركه بالمتنبي تعبانه، بس هسه الحمد لله بشكل فضل من الله صارت حركه على مدى القرطاسيه. اي تبيع لي باليوم مثل سبع صناديق هيك اطلع لي به المصرف. اي سبع صناديق ذن اسوق به المي لليل وابيع بالليل الحمد لله بشكل. مرات يجي ابني يساعدني، يجيني من البيت لوحده وعم طريق شوي صعب بس مجبور اجيبه. ليش انت وين تسكن؟ ورا كسر وعطش بالمدينه جاي من السد. مو كلش بعيد عليك؟ اي بعيده، بس هي العيشه جابتني لي جاي، لان كنت اشتغل حمال انا، فصارت اني جات الضاره لان دعمت بسياره. الله يساعدك. اي والله اشتغلت هاي الشغله والحمد لله والشكر وعايشين نقول الحمد لله. اي متزوج وعندك اطفال؟ عندي ثلاث بنات واثنين ولد بفضل من الله. الله يحفظهم. رحم الله والديك، يحفظ الجميع. اي شلون تدير يعني حياتك اليوميه، مسواقك، متطلبات الاولاد، العائله؟ والله يا اختي مرات اللي يردوني مثل رادة وحاجتين ثلاثه ما اقدر اجيب ان الرابع اجيب من الشغل يتعب، بس مرات الحمد لله وشكر يوم الجمعه تصير عندنا حركه والسبت اللي يردوني اقدر اجيبه لان مشتغل، بس ما قليا اقولهم اعذروني. منطقتكم شلونها من ناحيه الاعمار، من ناحيه الكهرباء؟ والله الكهرباء مالتها زينه، المجاري مالتها زينه، الكهرباء زينه، المي زين، والحمد لله والشكر. يعني قعدت بفرع يعني نعمه من الله، ناس يعني يتخلون عن الراس يساعدوك؟ والله دائما ما مقصرين وياي، عينهم على عيالي اللي يدرون بي اطلع من الصبح لليل. اي وما لهم احد؟ اي اي. ايجار انت قاعد؟ كنت قاعد بالايجار بس داينت فلوس. اي اشتريت بالحواسم؟ اشتريت بالحواسم. البيت مو كبير، صغير، بس الحمد لله احسن من الايجار، شو مثل ما يقول واحد بسرطان وطاب منه. ايش قد اشتريته؟ اشتريت 38 متر. 38 متر؟ اي سبع نفرات قاعدين به، غرف صغار بس احسن من الايجار. اي افضل لك. اي افضل من الايجار، لان يجي راس الشهر ما اعرف يعني اطل الايجار، اطل الكهرباء، اطل الانترنت، من صارت مال كورونا وهي غصبا علي انترنت، يعني يدرسون على الانترنت. صارت الدراسه على الانترنت، ارد الغي الانترنت مرات ما اقدر. صار الانترنت ضروري للامانه. اي ضروري في حياتنا اليوميه. اي ضروري ضروري. زين ما حاولت تقدم على تعيين راتب الرعايه الاجتماعيه؟ انا طلع لي راتب مال الرعايه، بس انا مش هسه انا شنو هو؟ مو اشتريت بيت هذا بالدين؟ اجى الباحث من شاف بيتي يعني مفلش وهاي. اي. قال لي عم يعني تستحق رعاية، يعني بيته هو صغير وتعبان، يعني اخذته على قد الحال ما اقدر، هو انا اخذته هذا البيت صغير يعني وداينت فلوسه. الله يساعدك. داينت فلوسه لان اخر شيء يعني بالايجار ما بقت عندي فلوس. زين شلون تعامل الناس اللي هنا يجون الشارع المتنبي وياك ويا اصحاب الوسطيات الاخرى؟ والله العظيم عندنا الشرطه المجتمعيه والطوارئ يعني ساندينا والحمد لله والشكر زينين ويانا، واهل الامانه هم طيبين ويانا ما مقصرين ويانا. مرات لا سالفه شغل بهذا الشارع ما يقول لي عز نروح للبيت، لا يقول صار شغل بهذا الشارع ما يقدر واحد يفتح، تعال فتح بفلان مكان. ويجيب العمال الامانه يساعدونا يشيلون ويانا الغراض يودونا لغاد. يعني الحمد لله والشكر الناس الطيبه هواي، اقول الف الحمد لله والشكر. من اشتغلت بمكان يعني اكو ناس طيبه بين اخوه زينين، ماكو واحد ضرني من اجت لليوم الحمد لله. الحمد لله والشكر.
علاقتك ويا اصحاب البسطيات الاخرى شلونها؟ والله يساعدوك؟ كلهم طيبين وزينين وياي والحمد لله وشكر وما شفت من عندهم فد اذيه ودائما يقولوا لي تحتاج ما تحتاج حتى من اروح للبيت يقولوا لك خاف ما مشتغل اقول لا الحمد لله ما اقدر اقول له ما مشتغل لانه صعب ما مشتغل. انت تقول انا بالشتاء ابيع شاي طعم الشاي أيه. طيب؟ انا شايي كلش طيب. انت تسوي لو زوجتك انا شاي لا ساعدك. انا سويت شاي هنا لان ما اقدر بيتي بعيد فما ظل كل ساعه اروح للبيت واجي اسوي شاي. أيه. شاي حلو. كلش طيب حتى اكو جماعتي يبيعون شاي نفسي يتم يجون يشربون من عندي شاي. تستاهل. يقولوا لي شاي كلش طيب. عموما ابو محمد هذا مبلغ مالي بسيط. الله يوفقك. مقدم من قناه الفرات الفضائيه وبرنامج صوتكم. الله يبارك فيك. ان شاء الله يا رب يعني يحل لك نوعا ما بعض المشاكل اللي انت تواجهها. الله يوفقك. الحمد لله والشكر. مساعده لك. انت عندك اطفال حاليا على ابواب عام دراسي جديد؟ اي عندي ثلاثه بالمدرسه. بالتوفيق يا رب. تفضل هذا المبلغ. الله يبارك فيك. تستاهل الاكثر ان شاء الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك. هذا اللي نقدر احنا نقدمه. الله يبارك. اتمنى لك الصحه والعافيه رحم ان شاء الله. والدي ان شاء الله يبارك. يا رب اشوفك بافضل الاحوال. الله يحفظكم ان شاء الله ويبارك بكم وشرفني بكم بقناتكم. تسلم. الله يخليك. وبيكم انتم الطيبين بكادركم الطيب الحمد لله وشكر وما قصرتوا. على راسي. الله على يبارك. راسي. شكرا جزيلا. من شارع المتنبي وبعد ما شاهدنا قصة الحاج أبو محمد ننتقل إلى كربلاء المقدسة. انتقلت كاميرات الفرات وأيضا كوادرها إلى هذه المحافظة العزيزة لنقل معاناة أم زهراء المرأة العراقية البطلة اللي كانت أمنيتها أنه شلون توفر مستلزمات المدرسة لبناتها. أم زهراء تسكن ببيت إيجار كل شوية يهددوها بطردها من هذا البيت. أمنيتها الوحيدة أنه شلون تقدر تأمن احتياجات عائلتها. قناة الفرات ساهمت مساهمة بحل مشكلة أم زهراء وأيضا مد يد العون إلها. خلينا نشوف تفاصيل هذه القصة أعزائي المشاهدين مع المتألق مصطفى داخل. اليوم احنا اكيد بمحافظة كربلاء المقدسة. تاج الراس شلونك اليوم؟ شلون الصحة؟ اي حياك الله. بعد قلبك. شلونك؟ والله عندي مناشد انا وياك. اي تفضلي. والله احنا يعني بيتنا تجاوز وواقع علينا وحتى يعني راتب رعاية ما عندي. يعني حالتي المادية كلش صعبة. انت من لامسة كانت كربلاء؟ نعم. يعني حالتي المادية كلش صعبة وعندي اثنين ايتام ويعني كلش يعني امورنا. يعني كل ما انا ام زهراء حياك الله خالص. كل ما اذبن يعني بالرعايه يعني الرعايه ما صار 3 سنين ماكو شيء. يعني لا تقدمين وما يطلع؟ اقدم وما يطلع اي لحد يعني هاي السنه همنا من الجو على الالكترونيه البطاقه الالكترونيه قدمت لحد الان ما طلع. زين ورا ما قدمت طلع لك الباحث وهذا؟ لا 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 لحد الان ما صار كل شيء. ما صار اي شيء. اذا هذه رساله للجهات المعنيه. اي الناس اللي مختصه هذا الشيء. اي عيني. اتمنى تسمعون صوت خالم زهراء. خالم زهراء احنا برنامج صوتكم من شاشه الفرات. اي والله يا ريت. صوتكم هو واحد من اهم المنصات اللي تخدم المواطن. اي والله. وغايتنا انه بس نخدمكم. ومهددين يعني احنا هسه بيوتنا تجاوز يعني كل ما يجي ناس يعني يقولون لنا طلعوا يعني من عندها يعني مهددين يعني كل ما يقولون لنا نريد نفلشكم ما تبقون يعني هنا وين نروح احنا يعني. عدانا ايتام اثنين وانا اوديهم. الله يحفظك بعد قلبك ويطول بعمرك. اللي يريده من شنو؟ احنا نريد المناشده يعني من قناتكم للجهات المعنيه يعني بهذا الدعم. ان شاء الله ان شاء الله يوصل صوتك. وعندي بنات اثنين هم انا يعني متوسطه ولازم اوصل هنا يعني خمام لا عندي شغله لا عامله كل شيء ماكو. الله يعينك بعد قلبك. ان شاء الله صوتك يوصل. ان شاء الله. احنا بكل نهايه حلقه سبحان الله بكل نهايه حلقه عندنا حاله خاصه. اي والله. اليوم هدية برنامج صوتكم وهدية الفرات راح تكون وياك. بعد قلبك. شنو اللي تطلبيه راح نسويه؟ بعد عمري. نريد احنا بس يعني التجاوز هذا يكون ما يسحونه. ونريد يعني يسوونه يعني حالتنا كلش احنا يعني ما تسمح ونريد الرعاية يعني شوية يطلعونا يعني يسوونا شغلة شيء يعني يراعون يعني مجالاتنا وشيء. جيد. يعني احنا ما عندنا يعني ناس فقرة وقاعدين على الله. الله يعينك. والناس يعني تعاوننا. الله يعينكم.
واهم شيء يعني هو راتب الرعايه يعني يعيننا ويعينون ذا البنات، يعني عندنا اثنين ايتام يعني وين اوديهن؟ ارد اوصلهن يعني فما يظلن يعني متبهذلات. خالم زهراء شنو محتاجتك اليوم جايه للسوق؟ شنو محتاجتك من السوق؟ والله جايه اتسوق انا واروح لهن هالقاسم الله. زين بعد غير المسوال؟ ملابس يعني هاي جايه المدارس بلكت الله يعني الناس تساعدنا شيء يعني خلاص. احنا ما عدنا العدان اليوم راح اكون وياك بعد قلبك هذا شرف بقد الدنيا بعد عمرك ان شاء الله امي وخالتي ان شاء الله اي شيء راح تحتاجيه اليوم من السوق راح نوفره بعد قلبك تمام رحم الله والديك يلا تفضلي يعني. يعني نتشرف خاله على الراس تفضلي لا ما مسوي شيء، شيء بسيط. خلي نروح نجيب الملابس. يعني. على راسي امي، على راسي. هذا مسواق الايتام، رحم الله والدي. يوم قابل شو مسوي انت؟ ما تقولي لي شيء بسيط. لا والله انتم يعني قمه مال يعني تاج الراس. لا يما انت تاج راسنا، الله يسلمك. خلي نروح نجيب الملابس نتوكل، يلا تفضل. عذرينا على التقصير اليوم. والله ما مقصرين ورحم الله والديكم يعني هاي جهودكم انا جدا اشكرها. لا بالعكس هذا واجبنا. وراح تفرحون يعني حتى الايتام. هذا واجبنا. رحم الله والديكم. الشيء اللي سويناه هو كلش قليل بحقك. لا والله انتم يعني على الراس. في دول عمرك يوم، اتمنى دائما تكونون سعداء. ان شاء الله ان شاء الله بوجودكم والله بوجود الكادر. شكرا جزيلا. ان شاء الله يا رب تشوفين بناتك بابهى صوره. والله اليوم يفرحن اليوم يعني فرحتهن ما يعني هيك. الله يكتب لكم السعاده بالدنيا وبالاخره. ان شاء الله ان شاء الله والله بوجودكم ان شاء الله الخيره. هاي الهدية بسيطة ايضا مقدمة من شاشة الفرات. شكرا لك جدا اشكركم. لا هذا واجبنا اليوم، هذه هدية بسيطة. وانتم على راسي. لا العفو يوم بالعكس. هذا مبلغ مادي بسيط. شكرا. يمكن يكفيك هذه الايام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم، رحم الله والديكم. ونعتذر منك هواية. بعد قلبي. وان شاء الله يا رب ما تشوفين غير بس. والله هاي فرحة الايتام تسوى عد الدنيا وما بيها. الله يفرحكم. واليوم يعني تفرحونهم ان شاء الله الله يفرحكم دنيا واخرة. الله يفرحكم دائما. وشكرا لقناتكم الفرات. شكرا جزيلا لك. وشكرا لك استاذ مصطفى. ام العزيزة على الراس. وشكرا للكادر جميعا الله يعني. الله يسلمك. واشكر جميع يعني جهودكم هاي الخيرة ويانا اليوم. شكرا جزيلا. يعني راح تفرحون الايتام وتفرحوني انا. هذا واجبنا، اقل شيء نقدمه. لكم. تستمع انا وايد اشكرك وحياك الله حيا ودوم يا قلبي ان شاء الله يا ربي طريق السلامه ان شاء الله حياك الله عليك. الله وياك هلا مع السلامه الله وياك طريق السلامه. وراء كل عمل أكو ثمرة، وثمرة عملنا هي حصد الابتسامة والسعادة والفرح بوجوه كل ناسنا وأهلنا، وهذا ما نسعى له بكل حلقة من حلقات برنامج كول خير. ومن الشمال إلى الجنوب راح نتواجد ويا ناسنا وأهلنا ونتعرف على همومهم ومعاناتهم، لكن بنهاية كل مشهد وكل قصة الأمل موجود ونوافذ الفرات مفتوحة دائما بالخير والسعادة لكل أهلها. وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قول خير، نلتقيكم بحلقات قادمة إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.